يمكن لما كنتش طلعت دكتور أمراض نسا أكيد كنت هطلع جنان، بس كانت هتبقى كارثة، لأن مش ممكن وأنا شغال جناني بس أقدر أملك بيت زي ده ولا جنينة حلوة زي دي وعيش مبسوط أنا ومراتي وحبيبة قلبي دينا، ومعانا أحلى هدية من ربنا سليم ابني. سولي راح عند ماما، أصل ماما بتعمل معايا حركة جدعان عشان تسيبني مع دينا لوحدينا النهاردة. أنا أصلا عملت مفاجأة لدينا اللي ما كانتش عارفة إن أنا راجع من مؤتمر الطب إمبارح، كانت فاكراني راجع آخر الأسبوع. ماما فهمتها إن سولي وحشها جدا وخدته منها إمبارح علشان لما أوصل بالليل نكون لوحدينا، بس للأسف الليلة ما مشيتش زي ما كنت عايز خالص. يلا معلش تتعوض. دينا 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 بإذن الله هتفوق. أي حاجة غير كده ما ينفعش، أنا ممكن أموت فيه. دينا مش بس مراتي، دي كل حاجة في حياتي، أنت فاهمني يا أحمد؟ دينا عبد الوهاب السيد، اتولدت في الحسين، وابويا وقتها استلف علشان يوزع لحمة على الفقراء. قال لي يعني احنا مش فقراء، اصله كان نادر نادر لان امي ما كانتش بتخلف وما كانش حد عارف ما بيحصلش الحمل ليه، بس انا جيت من هنا وامي بقت ولا الارنبه من هنا، جابت تلاتة بعد مني، ولدين وبنت، وأنا كبرتهم، أنا اللي قصيت الشريط. أمم
ما تدعاكي كويسه وليا، هي تقضيه واجب؟ 35 سنه بدعاك لك كتفك وعمره ما خف يا عبد الوهاب. هيخف النهارده؟ البت دعاء عايزه فلوس الدروس، في ولا مفيش؟ مفيش. وبعدين انا ما برتاحش الا من تدليك ايديكي. يعني اقول للبت ما تروحش الدروس؟ هتسقط عشان تبقى عارف. ما تسقط، ما تسقط ولا تتنيل على عينها. اعمل ايه انا؟ اروح اشتغل رقاصه؟ ما عندك الشحط عيالك ولا ياسر وحايم؟ لا، ما انا سبت الورشه. سبت الورشه؟ اه. ازاي يعني؟ يعني سبت الورشه، يعني لوست وحيد قال الشغل نايم، والورشه ما تستحملش ثلاث صناعيه، فطبيعي يعني مش هيمشي عياله الاثنين وهيخليني انا. ليه يعني؟ عشان خاطر جمال ابويا يعني؟ ادي المصيبه اللي حلت على دماغي. روح اتنيل على عينك، ما انت طول عمرك فاشل، تلاقيك عملت مصيبه وما انتش عاوز تقول. كلموا لي ضيف الكويت، مين فيكم معاه رصيد؟ مع ناس زفت. وبعدين مالكش دعوه بضيه، كلمني النهارده الصبح وكان صوته وحش وقال لي ادعي لي ياما، ما لحقتش حتى اساله ماله. مين اللي على جنابك وجنابه؟ ده انا عليا شيكات وقضايا تحبسني العمر كله. إله يخرب بيوتكم. رايح فين يا الحي؟ سيبيه غرفة في 60 ناهي. جاتك نيلة أدم شؤم علينا. يا دينا يا دينا. أيوة بابا، معلش أنا كنت بعملك الأكل. ومين يا بنتي له نفسي ياكل؟ ما تقومي، عاوزة تفك مع بنتنا شوية. تفك يا أخويا، وحد ماسكك اللي هتفك ركبك أكتر بقى. تعالي يا بنتي، تعالي جنبي، تعالي جنبي. شوفي يا دينا يا بنتي، احنا عايشين مع علم فقر، واقولهم امك والعصابه اللي خلفتها من بعدك، بس انا ما بثقش الا فيكي. قبل امك ما تولدك جاني كده في المنام حاجه عظيمه، زي ما يكون ملاك وقال لي: عبد الوهاب انت هتجيب بنت، لو ربيتها كويس وخدت بالك منها هتكون سبب سعادتك وفرحك. وانا لسه مصدق لحد دلوقتي، بس انا مش شايف امارات، عشان كده عاوزك لما تروح المحل تطلبي من الاستاذ راضي يسلفنا 2000 جنيه. أنا معايا 1000، هنحط 1000 على 2000 ونسدد ديوننا. ما هو أنت ما هرضكيش إن أنت تشوف أبوكي في السن ده يتحبس ويتبهدل في الإقسام والمحاكم. أتشر عليك، أتشر عليك يا بابا. الأستاذ راضي بيحبك وبيعزك وبيعتبرك زي بنته، وعمره ما رفض لك طلب. حاضر يا بابا، حاضر. الو، ازيك يا مدام لبنى؟ انا راضي السلكاوي مع حضرتك. اهلا بيكي، اهلا بيكي. الحقيقة أنا جات لي بضاعة جديدة حلوة، حلوة قوي، تجنن لو شفتيها زي ما أنا شايفها، عينك مش هتنزل من عليها. آه والله زي ما بقولك كده. خلاص مستنيكي، مع ألف سلامة. رصيتي يا دينا؟ رصيتي يا أستاذ. رصيتي حلوة؟ رصيتهم حلوة يا أستاذ راضي. مالك مكشرة النهاردة وجوزك شبرين؟ في حاجة مزعلاكي؟ أنا ما بحبش الزعل. قوليلي أنت عايزة إيه وأنا تحت أمرك. أنا محتاجة 2000 جنيه ضروري. أقول لسليم إيه يا دينا؟ أقول له ماما فين؟ أرجوكي فوقي، اوعي تسيبينا، احنا من غيرك ولا حاجة. انت اللي غيرتيني وغيرتي حياتي كلها من اول لحظة شفتك فيها.
شرفتونا. طيب هخلص واكلمك. سلام. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. بأمر. وحضرتك صاحبة المحل؟ لا أنا بشتغل هنا. طب تمام. سي أنا بدور على حاجة كده تنفع هدية لواحدة. يعني أنا مش عارف أقول لك إيه، بس هي عندها مناسبة سعيدة وعايزة أجيب لها حاجة فيري سبيشال. لو أعرف المناسبة أنا ممكن أساعد حضرتك. يعني اتجوزت، خلفت، نجحت. لا سقطت. سقطت؟ وهي دي مناسبة سعيدة؟ لا هي ما سقطتش في الامتحان، هي سقطت في بيبي. بصي هو الموضوع متلخبط كده شوية، بس هي سقطت في بيبي هي ما كانتش عايزاها. يعني بغض النظر يعني هي دلوقتي مبسوطة وفرحانة، وأنا عايز أحتفل بيها. أنا مش عارفة حضرتك بتتكلم بجد ولا بتهزر، بس لو بتتكلم جد أنا مش عارفة أساعدك إزاي. أصل أنا أول مرة أسمع عن حاجة كده الصراحة. هو أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي إيه علاقته بالموضوع؟ أنا اسمي دينا. حلو وجديد. إيه حلو وجديد دي؟ هو حضرتك جاي تشتري ولا جاي تظبط؟ على فكرة إحنا محل محترم. في إيه يا دينا؟ لا لا مفيش حاجة. أنا عايز الأنسة بس تدور لي على هدية كده ما تقلش ثمنها عن 10,000 جنيه. أهلاً وسهلاً اللي تؤمر بيه حضرتك. كرسي بسرعة للباشا يا دينا. يا أهلاً وسهلاً، يا أهلاً يا باشا. مساء النور. مش حضرتك برضو اللي جيت من كام يوم عشان تشتري من عندنا الهدايا؟ مظبوط. لو مش عاجباك ممكن نغيرها لك عادي يعني. لا بالعكس دي كانت حلوه قوي، تسلم ايدك. بص انا هخش معاكي دغري. تقبلي عزومتي النهارده على العشاء؟ لا طبعا، ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ هو حضرتك مرتبطه؟ على فكره انا دكتور وابن ناس، مش حد صايع يعني. وعلى فكره انا ممكن دلوقتي اتعامل مع حضرتك على انك بتعاكسني. ما اظنش بقى ان دكتور محترم زيك هيحب يتسحب في الشارع. امشي بقى عشان ما اعملش معاك الصح. Thank you.
ما انا اقول مش معقول هتيجي تزور عمك لله في لله. هو انا اقدر استغنى عنك وعن نصايحك برضو؟ يا سلام، قال يعني بتعمل بنصايحي قوي يا اخويا. شوف يا كريم، انا عارف كويس قوي ازاي تقدم قلبك على عقلك. ده هو الحب، بس الحب حاجه والجواز حاجه تانيه. فهمني بقى، انت بتحب عشان تتجوز ولا بتحب والسلام عليكم ورحمه الله؟ والله بحب وعايز اتجوز، وعايز اتجوز دينا تحديدا. ما اصل كمان البت معذوره ولازم ما تصدقكش، لا حول ولا قوة إلا بالله، زائد الفرق اللي بينك وبينها ده يخليها تتشكك في الأمر كله. أنا عارف كل الكلام ده، بس أنا قولي المفروض أعمل إيه؟ دي مش راضية حتى تديني فرصة أبين لها إحساسي شكله عامل إزاي من ناحيتها. ومش هتديك الفرصة، واضح من كلامك إن البنت متربية وكرامتها في السماء. أيوة. وبعدين شوف، انت تاخد بوكيه ورد شيك وحلو وتعزمها على العشاء في مكان هادي ورومانسي وتفتحها في الجواز على طول. اي كلام غير الجواز مش هتسمع لك، وفي نفس الوقت لما تسمع هي موضوع الجواز الدنيا كلها هتتفتح لك، البلد كلها تحب حكايه الجواز دي موت زي عينيها. انت متاكد يا عمي؟ اسمع كلام عمك واعمل اللي انا بقوله لك بالظبط. ده اللارش، اتفضلي. انت تاني؟ قولي يا عاشر. ما بعدش والله. عاوز ايه؟ عايز اشتري هدية. عاوز مني ايه؟ هدي خلقك بس شوية. اولا هابي فالنتاينز داي، ثانيا انا بقالي 3 اسابيع بحاول اكلمك وانت مطنشاني خالص، بس المرة دي بقى انا مصمم. بقول لك ايه؟ ينفع اشوفك بعد الشغل؟ عايز اقعد اتكلم معاكي كلمتين، ولو يا ست الكلام ما عجبكيش اوعدك انك عمرك ما تشوفي وشي تاني. يا اهلا يا اهلا يا باشا يا اهلا. ما يخليك، خلي بالك من الاستاذ يا دي. ها قلت ايه؟ قلت اتفضل امشي من هنا. طب بقول لك ايه؟ في محل جنبكم هنا اسمه بول، انا هحجز ترابيزه واستناكي. اخرج بقى. انا شايفه على وشك كده ابتسامه فرحه، لا تكون فاكر نفسك جبت رجلي ولا حاجه. انا جايه بس عشان اقول لك انك بقيت حاجه مزعجه جدا في حياتي، وانه ايا كان اللي هتقوله انا مش موافقه، ولو ما بطلتش تطاردني وديني لاقول لاهلي، ومش بعيد كمان اعمل لك محضر. هي الدنيا سايبه ولا ايه؟ خلاص خلصت كلامك. اسمعيني بقى، انا اسمي كريم عادل، دكتور امراض نساء، وبصراحه انا بتاع بنات، بحب البنات الحلوه اللي زيك كده، بس طريقتك وشخصيتك خلوني ما افكرش في اي حاجه غير فيكي، وبقى عندي استعداد اعمل اي حاجه بس عشان تبقي ليا. ابقى ليك؟ يعني ابقى ليك؟ انت فاكرني ايه يا استاذ؟ اهدي بس من غير عصبيه. انا عارف كويس ان انا بتكلم مع واحده محترمه وبنت ناس، علشان كده بقول لك انا عندي استعداد اجي اقابل اهلك واتقدم لك. انت بتقول انك ما شاء الله عليك دكتور قد الدنيا، واللي معاك بره دي مش عربيه، دي مركب فضائي. هتبص لواحده بقى ليه؟ من توك توك للميكروباص ومن الميكروباص للتوك توك. انت عايز تجنني؟ بص انا هقول لك حاجه من غير ما اضحك عليكي، انا لما شفتك فكرت يعني ان احنا نقضي مع بعض وقت لطيف كده وخلاص، لكن لما شفت قد ايه انت محترمه وحافظه على نفسك وكرامتك، لقيت انك ممكن تبقي افضل زوجه ليا. يعني فرقش معاكي كتير قوي الفلوس اللي انا صرفتها في المحل، ولا عربيتي الاسبور، ولا مظهري، مع ان الحاجات دي بتوقع بنات كتير قوي، ما بيركبوش الا اغلى العربيات، وبيصيفوا كل سنه تقريبا في اوروبا، ومش ناقصهم ولا حاجه. طب بذمتك الاقي فين واحده باحترامك ده؟ بصي
انا عايز واحده تصوني وتحفظ غيبتي، والاهم من ده كله ان اعرف احبها، وانت من النوع اللي انا اعرف احبه. كلامك حلو قوي بس ما يتصدقش، انت مجنون؟ طب هابي فالنتاين. كريم، مساء الفل يا كبرنا. مساء الفل يا حبيبي. اتفضل يا حبيب عمو، اتفضل. ها طمني، سبع ولا ضابع؟ سبع سبع يعني. اكيد زي عمو. اتفضل يا حبيبي. اشوفها اشوفها وابوسها بين عينيها بنت الايه اللي خلتني اشوفك مرتين في يوم واحد، ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ بص يا باشا، انا عملت كل اللي انت قلت لي عليه، والنتيجة طلعت ايه من الاخر؟ مش قلتلك؟ قلتلك خبرة، انا قديم يا ابني. باشا. المهم ناوي تعمل ايه دلوقت؟ قولي بقى المفروض اعمل ايه؟ في ايه بالظبط؟ في امي. اكيد طبعا مش هتوافق، وهتقعد تقولي العيلة والمستوى الاجتماعي، ما انت عارف كلامها. شوف يا كريم، انت تفهم نبيلة من اول لحظة، الموضوع ده غير قابل للنقاش الطويل، انهي الموضوع بقرار حاسم وجريء منك انت. ولو شغلت لك بقى اسطوانه العيله زي ما انت فاهم، ما انتش غريب، ما انت عارف عيله مام. كانوا ناس يلا، كانوا ناس طيبين وخلاص، يعني مش زي عيلتنا. كفايه خالك وجدي الله يرحمه. كان عاطل وما كملش تعليمه كمان. ربنا يستر بس وما توقفش فيها، شفنيش مجنون. مجنون وستين مجنون كمان، ازاي تفكر حتى انك تتجوز واحدة من المستوى ده؟ بص لنفسك، بص حواليك، شوف الفيلا اللي انت لسه مشتريها بملايين، معقولة؟ معقولة تقعد واحدة زي دي فيها؟ مالها دينا يعني؟ ما هي بنت معاها شهادة جامعية، وابوها راجل موظف، وامها ست بيت، جرى ايه يعني؟ واخوها اللي بيشتغل ميكانيكي، اخباره ايه يا دكتور؟ فكر شوية، لما يبقى عندك اولاد مين هيبقى خالهم؟ مع احترامي طبعا، بس عيلة حضرتك كانت أقل كتير من مستوى عيلة بابا الله يرحمه، وده مش عيب طبعا، ومتهيألي كان ليا خال عواطلي عمره ما أخد شهادة، الدنيا ما تهدتش يعني. الله يرحمه، بس في فرق، إحنا ولاد أصول، ما كناش أغنياء زي عيلة أبوك، لكن ولاد ناس. لا إله إلا الله، يعني هم يعني اللي ولاد 60 في 70، ما هم ولاد ناس برضو. بص يا ماما، أنا فكرت كتير قوي في الموضوع ده، أنا عرفت بنات كتير جدا على جميع المستويات، لا شفت في أدب ولا أخلاق دينا. ماما، أنا هتجوزها يعني هتجوزها. يلا يا ماما. إيه ده؟ أوعى تقول إننا وصلنا. أيوة وصلنا. ده بيت عروستك يا كريم؟ يا ماما احنا هنعيده من اول تاني. ايوه يا حبيبتي هو ده، يلا بقى. الله يسامحك يا كريم. هيسامحني يا حبيبي. ده علمتك علمتك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. احنا زرنا النبي النهارده. طب والله والله احنا متشرفين بالنسب ده، بس انا كمان مديكوا جوهره. اي والله يا حاجه ام كريم،
ست بيت وتربية وأخلاق، جوهرة فعلا. أما اتولدت كان نفسي أسميها جوهرة، بس أمها بقى ما رضيتش. ما شاء الله باين عليها، ده حتى الدكتور كريم دايما بيشكر لي فيها. امال الأمورة الصغيرة بقى بتدرس ايه؟ دعاء بنتي داخلة معهد فني تمريض ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخلي. ربنا يخليك يا استهانم. طب نقرا الفاتحة بقى؟ يلا. انت ليه يا حبيبتي مصممه ان ما يبقاش في شغاله؟ على فكره لما تولدي هتحتاجي حد يساعدك. يا كريم يا حبيبي، انت ناسي ان انا متربيه في بيت كان فيه ام بتعمل كل حاجه بنفسها، وبعدين ادخل واحده غريبه تعيش معانا بتاع ايه؟ بس الكلام ده في شقه مش في فيلا طويله عريضه زي اللي احنا عايشين فيها دي. اي نعم انت مش مخليها محتاجه اي حاجه، بس انت بصراحه بتصعبي عليا. بشوفك يعني عماله بتجري في الفيلا توضيب وتنظيف، ده في حد ذاته شيء صعب، ما بالك بقى وانت حامل. طب هو انا يعني كنت جيت اشتكيت لك؟ ولا مره قلت لي يلا نقعد مع بعض ولا نخرج قلت لك لا اصل انا تعبانه ومش قادره؟ مين بيتصل؟ لا ده رقم ما اعرفش مين، يمكن عايز يعكس في العياده ولا حاجه. طب ما ترد. لا وارد ليه؟ ما في حد قاعد هناك هو اللي بينظم مواعيدي كلها. بقول لك ايه، فكري بس في موضوع الشغل ده، انا هنزل شويه اقعد في المكتب. اوكي ايوه يا هبه، انا مش قلت لك ما تكلمنيش وانا في البيت؟ كان كفايه قوي مسج، وانت كمان وحشاني جدا. بكره هحاول بكره كده اخطف ساعتين وعد عليك. ماشي حبيبتي، لاف يو تو، باي حبيبتي، باي باي. ايه منى؟ ايه يا حبيبي؟ سوري معلش قفلت في وشك، دي مكان جنبي. وحشتك قد ايه؟ طب قولي لي بقى سؤال سريع كده، انا لو قلت لك دلوقتي الدنيا عندك تبقى امان؟ اصل يا ماما مش عايزه ابين قدام دينا ان انا متضايق من موضوع الشغاله ده، بس ان انا عارف ان انتي بتدوري لنا على واحده، مش عايزه تفهم بس ان ده تدخل منك يعني. قولي لي صحيح، صاحباتك لسه عندك ولا مشوا؟ اصل كل ما بجيلك بيبقوا عايزين يعمل لهم كشف جماعي، علشان كده قلت لك الدنيا عندك امان ولا ايه؟
أنا آسف يا دينا، آسف على أي لحظة ضايقتك فيها. أرجوكي فوقي يا رب، يا رب اشفيها يا رب، النبي يا رب قومها بالسلام يا رب، يا رب اقف جنبنا يا رب. وبعدين يا كريم ما ينفعش كده، أرجوك ممكن جدا تبقى حاسة بيك دلوقتي. دكتور مراد بره، أنا كلمته وحكيت له اللي حصل، تعالوا نخرج له سوا. يلا شفت يا مراد، مدينة بتروح مني، حياتي كلها بتضيع. استهدى بالله، مش كده مش كده، ان شاء الله هتقوم بالسلام. كريم انت لازم تتماسك وتبقى قوي، فاهم؟ ما ينفعش اللي انت فيه ده ابدا. انت ما تعرفش هي وقعت ازاي؟ لا ما اعرفش، بس كانت بايت عندها واحده صاحبتها، بس اكيد مشيت قبل الحادثه، لان لو كانت موجوده كانت سمعت صوت الوقعه. صوت الوقعه كان جامد قوي قوي يعني. كريم انا اسف، بس انت عارف الحالات اللي زي كده اللي بيكون فيها وقوع من بلكونه او حاجات زي كده بيبقى لازم نبلغ البوليس، لان دي مسؤوليه. انت شايف ايه؟ انا مش قادر اتكلم مع حد بجد، مش قادر. لو سمحت يا دكتور اجل الموضوع ده شويه، ما فيهاش حيل، وكمان مش هقدر اسيبها لوحدها. ما كانتش اخر ولا اول مره تخوني يا كريم، دي كانت ابسط مره، بس كل كوم بقى والرقصه الاوكرانيه دي كوم تاني خالص. عارف ليه؟ علشان شفتك بعناية. يعني انت متاكد من رقم الاوضه؟ يا بنتي والله العظيم براقب فيه من الصبح. في الاوضه فوق. يلا سلام. مساء الخير. مساء النور يا فندم، اتفضل. لو سمحت انا جوزي نزيل عندكم هنا، اسمه دكتور كريم عابد. ايوه يا فندم. هو تقريبا في اوضه 106، وانا كنت عايزه نسخه من المفتاح علشان انا عامله له مفاجاه النهارده، عيد جوازنا. ماشي يا فندم، ممكن بس البطاقه؟ طبعا. ماشي اتفضل. شكرا. اتفضل يا فندم البطاقه. ميرسي. المفتاح يا فندم. ايه الجمال والجوده دي؟ تشيز تشيز. ما تكلميني بقى عن حلاوتك شويه. دينا اعمل ايه يا عمي؟ بتعمل كتير يا كريم بصراحه يا ابني،
انا مصدوم فيك. طول عمرك حتى انت في عز شقاوتك راجل وبتفهم في الاصول. غلطتي انا عارفها. انا بقالي كتير بعيد عن ربنا واديني بدفع الثمن اهو. يا ابني انا زمان يا ما عرفت ستات مشينا وتفسحنا، مشينا في وسط البلد، رحنا السينما، انما اغضب ربنا بالشكل ده؟ لا يا ابني لا، الحاجه دي بتجلب الفقر. وبعدين دلوقتي انت متجوز، عايز تعرف ستات ليه وتخون ليه؟ بقى تخون مراتك اللي هترافقك بقيت عمرك واللي هتجيب لك ابنك ليه؟ كما تدين تدان يا كريم، فاهم يا ابني؟ النبي يا عمي ما تضغطش عليا اكتر من كده، انا اللي فيها مكفيني. قول لي اعمل ايه بس؟ استغفر وتوب لربك عسى يرضى عنك. قوم اتوضى وصلي ركعتين لله يمكن يشفعولك، وتطلع على بيت مراتك تستسمحها وتعهدها قدام ربنا ان ده ما يكررش تاني ابدا ابدا ليوم الدين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. طب والنبي يا عمي انا هضغط عليك، بس ممكن تيجي معايا المشوار ده؟ انا لا، خد مامتك وروح لها. يا استاذ كريم انا لما اديتك بنتي قلت لك دي جوهرة، حافظ عليها وحطها جوه عينيك. اخس، هي دي اخرتها؟ هي دي تصرفات ولاد الاصول؟ يرضيكي كده يا حاجة ام كريم؟ لا طبعا ما يرضنيش، امال احنا جايين ليه؟ ما تقولي حاجة يا ست فتحية. هقول ايه بس وابوها قاعد؟ ربنا يقدم اللي فيه الخير ويكفينا يا اختي الشر والغدر. انا عارف ان غلطتي كبيره، بس كل اللي بتمناه ان ربنا يغفر لي وانتوا تغفروا لي. انتوا عارفين انا بحب دينا قد ايه. انا كل اللي بتمناه بس ان انتوا تقفوا جنبي وتساعدوني. حضرتك اعتبرني زي ابنك. انا لو ابني هو اللي عمل كده انا كنت موتته بايديا دول. الرجوله ادب يا استاذ كريم. من الآخر كده وبصراحة ومن غير لف ولا دوران، إذا كنت فاكر يعني عشان أنت بتساعدنا هتدوس على رقبة بنتي وكرامتها، أنا بقولك لأ. إحنا صحيح ناس غلابة لكن كرامتنا فوق في العلالي. وعلى العموم مش أنا صاحب القرار، هي صاحبة القرار. دقيقة واحدة. يلا يا مدينة. بالإذن يا أختي. اتفضلي. ماما أنا مش عارف دينا لو ما وافقتش هعمل إيه. أنت وعدتيني إن أنت تساعديني. حاضر، بس المهم تكون استوعبت الدرس كويس. طلقني. لا لا لا، ابعد عني وياك تلمسني. طب اسمعيني بس. مش عايزه اسمع حاجه، مش عايزه اسمع غير كلمه الطلاق. اسمعي بس الراجل عاوز يقول ايه. بس يا ماما. ده رايي يا دينا. طب اعملي لي حساب، اسمعي اللي هقوله لك كريم، ولا مجيتي دي بقى ملهاش خطر عندك؟ لا يا طنط، انت لولا مجيتك دي انا ما كنتش خرجت من اوضتي. بس انا ما استاهلش كده من كريم، ولا انت ايه رايك؟ استني يا بنتي. بس يا ماما بقى. استني لما نسمع هيقول ايه. الكلمه دكتور. أنا بجد ندمان وبعتذر لك على أي تصرف غلط حصل في حقك، ومستعد أحلف قصادكوا دلوقتي إن ده عمره ما هيتكرر. ياه، خلصت كلامك؟ هو ده بقى الكلام اللي كلكوا عايزين يسمعوا؟ طب طلقني يا كريم، أنا مش عايش مع واحد خاين ورمرام زيك. أنا لازم أطلع دلوقتي. مالك يا بنتي؟ مالك يا بنتي؟ يا حبيبتي يا حبيبتي. بإيدي اضغطي عليها. دينا انت لازم ترجعي عشان خاطرنا انا واصلين ابننا. ارجوك يا دينا. طب حركي اي حاجه زي كده.
حبيبتي. بوس ايدك. لازم ترجعي تاني لسليمان. امسك يا سولي، شوت لبابي. يلا برافو عليك. يلا يا ولد. بص يا حبيبي، ما تيجي تشوط الكرة، ها؟ شوطها بوش رجلك كده، اوكي؟ هتبقى ميسي بجد. شوط كده ماشي؟ يلا وريني. شكلك بطيخة يا سولي. فعلا؟ عادي، أنا كنت متوقعة إن كل ده هيحصل. آه لا لا، مش مهم خالص. طب نتكلم بعدين. باي باي دلوقتي. عمرك ما هتتغير يا كريم، عمرك ما هتتغير. كريم، كريم. ايوه اطلع يا كريم. بلعب مع سليم شويه بس، خمس دقايق. كريم ممكن تطلع حالا؟ يا مامي مالها، متجننه ولا ايه؟ تعال اوبا. ثانية نرجع نلعب تاني. ها؟ شكلها عصبية قوي. ايه يا حبيبتي؟ خير؟ بتزعقي كده ليه؟ مين صاحبة الرقم ده؟ رقم مش متسجل، معرفش مين. سليم، خش اوضتك حبيبي. يا عيني على البراءة. واحدة بعتلك مسج تقولك وحشتني يا كوكي، وحشتني شفايفك، وعايزة أسافر معاك السخنة زي زمان، ما تعرفهاش صح؟ واضح قوي من الرسالة إن دي كانت علاقة قديمة وماليش بيها أي اتصال. لا تصدق أقنعتني؟ الكلام ده تروح تقوله لواحدة تانية، واحدة ما قفشتكش في أوضة مع ستة قبل كده. ملوش لازمة بقى الكلام ده، ما أنتِ عارفة كويس قوي إن أنا بقيت بني آدم تاني. الحقيقة التغيير واضح جدا، واضح جدا كمان إن الرسالة دي مش موجودة أساسا. أقولك الرسالة دي فوتوشوب. آه أنتِ هتفضلي بقى كده في سخرية طول الوقت؟ وكمان انت بقى مرت ايه تمسكي تليفوني اصلا وتفتشي فيه؟ انا بمسك تليفونك وفتش فيه؟ وتمسك تليفوني بتاع ايه؟ كنت قفشتني في حضن راجل قبل كده؟ احترمي نفسك واتكلمي عدل. اضربني يا كريم، يلا اضربني. ما انا ما بقتش استبعد منك اي تصرف. واحد بقى مجنون خلاص، الستات واكله له دماغه وتافه. اه اضربني يا كريم. انت بتضربني انا؟ انت اتجننت؟ اخرسي بقى، ما ينفعش سليم يشوفنا كده. بحبنا قوي، خايف على سليم قوي. يا اخي بطل تمثيل بقى، انت الشريف دي والمصحف الشريف ما اعرف عنها حاجه. انا مستعد اكلمها دلوقتي وافتح السبيكر عشان تعرف ان انا مش اي علاقه بيها. انا مش قاعده لك في البيت يا كريم، طلقني بقى. حرام عليكي بقى. يا دينا، انا كنت مظلوم في الموقف ده يا دينا، لكن كان ممكن اكون اهدى من كده. كان لازم استحملك اكتر من كده، بس انت غضبك وقتها كان علشان بتحبيني وبتغيري عليا، وكنت بتخافي من غلطاتي القديمه معاكي. لو كنت اعرف ان هيجي يوم واقعد فيه قدامك كده وانت في الحاله دي، تهيألي عمري ما كنت ضايقتك لحظه في حياتي. فوقي يا دينا، فوقي. انا مش ممكن اعيش من غيرك. دكتور احمد في ايه يا كريم؟ طبعات العيال اتلخبطت خالص. بسرعه خدلوه، بسرعه خدلوه. دي سي ليه؟ No.
مش هضحك عليك، احنا اصحاب. الحاله وضعها سيء جدا. الليله دي بس تعدي على خير، بكره ان شاء الله في كونسولتو تقيل قوي هيكشف عليها. ادعي لها يا كريم. يا بني قادر ربنا دلوقتي، هي تستاهل انها تعيش. انا متاكد ان ربنا ينجيها، متاكد ان شاء الله. نخش اقعد معاه شوية. اتفضل. معقول يا دينا تروحي مني في الوقت ده وفي الفترة دي، بعد ما انا اتغيرت وبعد ما علاقتنا استقرت وحياتنا بقت احسن من اي وقت فات؟ من ساعه ما سافرت المؤتمر ده وانا قلبي مقبوض، كنتش مرتاح، كنت قلقان عليكي قوي مش عارف ليه. دلوقتي بس عرفت ليه. يا كيمو انت فين؟ بقالي ساعة بكلمك تليفونك مقفول، انت نايم ولا ايه؟ نايم ايه؟ أنا مش عندك أصلا. مش عندي ايه؟ انت نزلت يا نادلي من غيري؟ أنا نزلت خالص، أنا في القاهرة، مشيت من دبي. نزلت ليه مصر بس يا كريم؟ ده ايه الرخامة دي؟ مخلص المؤتمر خلص، وما عنديش أي التزامات تانية. قلت أنزل أقعد بقى مع مراتي بدل ما هي قاعدة في البيت لوحدها كده. والله أنت بتهرج يا كريم، ده أنا قلت خلاص بقى هنعيد أمجاد زمان، ده أنا حتى معايا شوية بنات ايه؟ كارثة. الله يخرب عقلك. لا يا عم انا تبت، انت عارف كويس قوي ان انا عهدت ربنا اول ما رزقني بسليم ان انا ما اعملش اي حاجه. وكمان يا اخي انا مبسوط كده، مش عايز ازعل دينا. وعلى فكره هي انا كمان عامل لها مفاجاه، يعني هي ما تعرفش ان انا نازل النهارده، هي فاهمه ان انا نازل الاسبوع الجاي. غلطان، اليومين اللي جايين دول فيهم بيزنس زي الفل. ده انا كنت قاعد مع صاحب اكبر مستشفى هنا في دبي وكان هيموت ويقعد معايا. والله لو ايه. وفايدتك كمان المزز بتاعت النهارده، اعيش معاهم انا بقى لوحدي. كلمهم لك ان شاء الله مراتك هتقفشها بعد الشر يا سيد. سلام. يلا باي باي. يا بيت نادي الليلة دي سيبنا اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا ولما مين؟ مين ايه؟ انت مستنية حد غير يا هانم ولا ايه؟ كريم؟ حبيبي 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 حبيبي. المفاجأة الحلوة دي وحشتيني قوي. انت كمان قوي قوي. طب يلا نخش. يلا تعالى. أنا كان وحشني الأكل من إيدك أصلاً، مع إن أكل الأوتيل كان حلو، كنت كل ما آكل أي حاجة حلوة أقول يا ريت دينا كانت تبقى معايا.
طب ايه الفرق بقى بين اكلي واكل الاوتيل؟ لاكلك انت احلى طبعا. يا سلام. على فكره ما بقتش اتبسط غير وانتوا معايا. اي سفريه بعد كده لازم اجيبكم معايا. انت بتبص لي كده ليه؟ شكلك زي القمر النهارده. مش النهارده بس، انا زي القمر على طول. وبعدين تعالى هنا، عايز تفهمني ان انت في دبي ما شفتش ستات حلوه خالص؟ ما شفتش ستات اصلا. ليه ان شاء الله؟ هجروا. ما بقتش اشوف ستات غيرك يا حبيبي. ماشي، غلبتني ومش هعرف ارد عليك. بس على فكره بقى، انت ما سالتش على سوري لغايه دلوقتي. انا عارف هو فين، عند ماما. لحقت قالت لك؟ ما انا اللي متفق معاها، انا اللي مرتب كل ده، نقعد مع بعض لوحدينا شويه بقى. بجد يا كريم؟ بجد. انت مش معقول. يا نهار اسود. ايه؟ خير في ايه؟ سعاد. سعاد ايه؟ صاحبتك؟ انا لازم اكلمها دلوقتي حالا. طب خير؟ طمنين. مفيش، جوزها المجنون يا سيدي اتخانقت معاه وقررت تسيب له البيت وتيجي تبات هنا. وبعدين انا لما شفتك نسيت كل حاجه. لا ابوس ايدك الحقيقه. كلمها اهو، ربنا ما تكونش نزلت بس. يا رب. ايوه سو، ايه يا حبيبتي انتي فين؟ نازله من على المحور؟ لا 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 خالص، انا بكلمك اطمن عليكي، بشوف يمكن تكوني كسلتي عشان الوقت اتاخر. لا يا حبيبتي تعالي على مهلك، انا مستنياكي. باي باي. كريم انا اسفه، انا مش عارفه اقول لك ايه بجد. معلش يا حبيبتي، حظي وحش. احنا عندنا بكره اليوم بطوله، وكمان انا جاي من السفر تعبان ومرهق. لا انت بتقولي كده عشان ما ازعلش، بس انت حط نفسك مكاني، يعني اعمل ايه؟ هي جايه من الدقي مخصوص والوقت اتاخر، اكيد مش هقولها تلف وترجع. لا ما يصحش طبعا، انا ما اقدرش بكده. طب انا عارفه ان انا دمي تقيل قوي، بس انا عايزه اعرف انت هتعمل ايه دلوقتي؟ اصلا هي لو شافتك هتبقى في نص هدومها. هتعرف هتعرف. المهم خليها تخش كده وتغير هدومها وناموا انتوا في الاوضه اللي فوق، وانا هنام في الاوضه اللي هنا. انا بجد مش طايقه نفسي دلوقتي، ولا انا لما قالت انها تيجي تبات معايا اتبسطت وقلت بدل ما اقعد في البيت لوحدي. بس هي تمشي على 8:30، هي قالت لي عندها مشوار. خلاص يا حبيبتي انسي الموضوع، بكره عندنا اليوم بطوله. انا هخش اقعد في المكتب كده ربع ساعه على النت وبعد كده بخش انام. كريم انت مش زعلان صح؟ لا يا حبيبتي. انت عارف ان انا بحبك قوي؟ انا اللي بموت فيك. كريم. يا احمد على فكره مراد مش بيقولك لو عايزت اي حاجه كلمه في التليفون. طب انت ايه نظامك؟ هتروح ولا هتبات هنا؟ لا هبات هنا، هفضل جنبها. طيب على العموم انا قدامي ساعتين وحمش، دكتور اشرف كمان هيمسك مكاني. انا فهمت كل حاجه عن الحاله. ايه رايك انت في شويه دول تروح البيت تلبس حاجه تقيله زي الدنيا بردت؟ انت عندك حق، انا كده كده لازم اطلع البيت، اجيب تليفوني وتليفون دينا، وكمان اجيب شويه فلوس. بقول لك يا احمد إيه؟ انا مش هتاخر شويه وارجع، بس ارجوك اقعد جنبها. تلاش. حاضر.
اسفه يا كريم. ايوه اسفه، لاني مش الملك اللي انت كنت فاهمه. انا كنت اسوأ انسانه ممكن تقابلها في حياتك، بس انا هاخد العقاب اللي استحقها لاني انسانه خاينه. خسرت دنيتي وكمان اخرتي. ديما مالك مكشره النهارده وجوزك شبرين؟ في حاجه مزعلاكي؟ انا ما بحبش ازعل. قولي لي انت عايزه ايه وانا ريحك. انا محتاجه 2000 جنيه ضروري. بس كده؟ طيب سبقيني على المخزن. الواد استوى على الاخر وطلب يتجوزني النهارده، وهو ده الموضوع اللي كنت عايزك فيه ضروري. شفت دماغ السم؟ انا لو كنت سمعت كلامك دلوقتي وسبتك تقلبي زي العبيطه في 3-4000 جنيه، مش كان زماننا خسرانين فرصه العمر دي؟ يعني انت مش متضايق ان انا اتجوزه؟ متضايق؟ علي النعمه، انا لو بعرف ازغرط كنت قمت عملتها. بعدين بتاعت قدر واتفتحت لنا انا وانت. انت تتجوزيه واحنا زي ما احنا. واحنا سنين مقرطسين الناس دي كلها، يعني جت على الواد السيس ده. ايوه بس انا بحبك انت يا عبد الله، مش عايزه اتجوز حد تاني. انت حب عمري. يعني انت مش متضايق ان انا اتجوز حد تاني؟ وانت تتجوزيني تعملي بيها ايه؟ نشحت على بعض انا وانتي؟ وبعدين ما انا اتقدمت لك وابوكي هو اللي كرشني، ولا نسيتي؟ الواد ده تتجوزيه سنه ولا اتنين نقلبه فرشين حلوين، بعد كده تتطلقي. وبعدين انا لما اتقصت عليه طلع بتاع نسوان، يعني مصيره هيخونك، وساعتها نمسك فيها وتتطلقي ونبقى مع بعض بقى. بس واحنا تقال. طب وده هتجوزه ازاي؟ ها؟ يعني ايه ازاي؟ يعني احنا كنا بننيل ايه دلوقتي يا عبد الله؟ واديك قلت بعظمة لسانك انه مش اهبل وبتاع نسوان، يعني هيقفشني. لا ما تشيليش هم من الحته دي. قبل الفرح باسبوع اخدك ونطلع على الدكتور عجب، وهو يرجعك شخص سليم من كرتونتك. في ايه؟ هو انت يا عبد الله عمرك ما حبيتني؟ انت مش غيران عليا؟ دينا حبيبتي، انا فتحت عيني على وش الدنيا وانا بحبك من واحنا عيال صغيره. انما حب من غير فلوس مش هيعيش. اسمعيني، انا هستحمل على نفس وضع انا كارهه، بس هتعرفي في الاخر ان انا بعمل كل ده عشان خاطر حبنا يعيش ونبقى في الاخر مع بعض. عارفه يعني مع بعض؟ حاضر يا روحي.
يا قلبي زفت اللي عندك ده نزل ولا لسه؟ خمس دقايق ونزل على ايدي. اول ما ينزل اكلمك. وحشت يا ويا بيتو. معلش بقى قلبي، كيس القماش بقى غالي قوي اليومين دول، وانت عارفه انا ما بعرفش اشرب غيره. تموت ورب تخلصوا مع مين ليه؟ قاموا ستي، انا عايزك بكره في الشقه الساعه 8. ها ما تاخريش. مش هينفع يا عبد الله، كريم موجود وما تهينيش من نزل خالص. لعن ابوه، ما تتصرفي. بقول لك ايه، ما تشنجنيش عليك. حاضر حاضر، اهدى على نفسك شويه. يعني الشقه دي خلاص؟ شقه؟ بقول لك البيت جاله امر ازاله، يعني هيقع. وانا اعمل ايه دلوقتي؟ هنتقابل فين؟ انا عارف بقى، هو انت اللي من ساعه ما اتجوزتي وعماله تنقطيني بالفلوس، مش عارفه تطلعي منه بمبلغ كويس. كان زمان عندنا شقه محترمه دلوقتي تلمنا. يا شيخ حرام عليك، ده انا بديك كل شهر مش اقل من 10,000 جنيه، وبقعد اخترع لكريم 100,000 فيلم عشان اقول انا صرفتهم فين، وانت برضه بتصرفهم على الزفت اللي احنا بندفعه ده. اوه، وانا اعمل ايه يعني؟ وانا لازم اشرب زفت مخدرات عشان اعرف انسى انك بتنامي في حضن واحد تاني غيري؟ انا ما اقدرش استحمل ان انا ما اشوفكش لوحدينا. تفكري في ايه؟ ودي يا عبد الله، قوم اقف كده. هتصوريني ولا ايه؟ ما تقوم تقف، انت هتستظرف. خلاص انت غاوية تفصلينا خلاص. جنينة اهو، وقفت اهو. وقف عدل. ايه رايك؟ فاكر البت سعاد رضا؟ المنقبة صاحبتي. اه مالها؟ انا بقى ممكن ادخلك البيت على انك هي وكريم مش موجود، وهو عارف انها صاحبتي قوي، تطلع وتنزل بالنقاب براحتك، وعارف انها لا بتسلم على رجاله ولا حتى بتتكلم معاهم، واقصر منك حاجه بسيطه. ايوه بس اللي بتقوليه ده خطر، مصيبه يعني. لا مصيبه ولا حاجه. كريم ما بيقعدش في البيت فترات طويله، وكمان ما بيشكش فيا خالص، وانا بقى ممكن اعمل اي حاجه عشان اشوفك انا وانت لوحدي. لا طب بقول لك ايه، ما تيجي نودع المله الوداع الاخير، نخلص الجوينت الاول. جوينت على النعمه فقريه. اول اول ما تطفيهوش يا عبد الله. بس بقى مش سيبك. اوعي اوعي امسكي. تعالى اقول لك حاجه، بس اقول لك البيت هيقع. كلمك كانت رساله لكريم، ببص لقيت بنت كده عماله تتميص عليه، كنت اعمل عليه فيلم عشان اظبطه شويه، بس قلشت بقى، اصله سبتني. الله 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 الله، ايه طعم الحنيه ده يا بت؟ انت ايه؟ بتغير عليه ولا ايه؟ انا ما بغيرش غير عليك انت وبس يا عبد الله. الاو الاو، وحشتينا يا بت. بس بقول لك ايه؟ الطلعه بتاعت البت الاوكرانيه دي اللي اتزل فيها صح؟ وعلى العموم مش انا صاحب القرار، هي صاحبة. دقيقة واحدة. يلا يا مدينة. بالإذن يا أختي. اتفضلي. أنا بقول كفاية كده، لا يزعل ونخسر كل حاجة ونبقى بنقفل حنفية فلوس مفتوحة. كفاية الفلوس اللي بيديها لي كل أول شهر، وأديكي شايفة اللي بعوزه بطلبه. ولسه جايب لنا ال سي دي. ايش قلبك طيب قوي كده وخايف على ال سي دي؟ انا عارفه بتعامل مع الاشكال دي ازاي. اديك شايف قاعد بره مبلول. بقول لك ايه، دوس عليه براحتك، انا في بطني عيل منه. بقول لكم ايه، انا هخرج لكم دلوقتي، بس انا كل ما شد انتوا تيرخوا. ثانيه واحده، شكلي حلو؟ عمر 14. طب انفخوا لي في عيني بقى عشان اعيط. يبدو اننا ندخل على مشاكل كبيره في التنفس. مساله وقت يا دكتور. والدكتور كريم فاهم ده طبعا. اكيد
دكتور رشاد قال له حاجه زي كده اول لما وصل، خصوصا لما قال له ان في استحاله لامكانيه اي تدخل جراحي في التوقيت ده بالذات. بعد 4 سنين جواز، اول مره احس ان في حاجه اتحركت جوايا ناحيه كريم لدرجه اني ما كنتش طايقه عبد الله. ازاي انا حبيت انسان زي ده؟ وازاي سبته يسيطر عليا ويعملني كده؟ وادي النتيجه. ايه يا عبد الله، وصلت فين؟ يعني نصايا وادخل على كتب. وحشتيني يا مزتي. وانت كمان. مالك كده مش محسس انك مبسوطه اني جاي؟ لا مش المره دي بس، على فكره بقالك فتره كده مش عجباني. انت ليه بتقول كده؟ يعني حتى دلوقتي بترد عليها من تحت درسك. لا تحت درسي ولا حاجه. ماشي ماشي يا دينا، انا جايب نفسي دلوقتي واشوف اذا كان عادي ولا مش عادي. طب بقول لك ايه، وانت داخل ما تنساش تلبس النقاب. مش معنى ان كريم مش موجود ان انت تدخل كده عادي. يوه انت حكايتك يا بنت، انت في ايه؟ في عبد الله مالك؟ ما انا بقول لك انك مش مظبوطه. بعدين سيزيفت بتاعك ده كل شويه تجيب لي سيرته في جمله مفيده. هو انا قلت ايه يا عبد الله؟ مش معنى ان كريم مش موجود ان احنا نستهتر. دينا انت فهماني وانا فاهمك. ده انا مزانك يا بنت، انت تربيت ايدي. في حاجات بتحصل انت مش واخده بالك منها، بس انا مركز قوي قوي يا دينا. حاجات زي ايه؟ خلي بالك عشان كريم، اصل كريم هياخد باله. اصل كريم بيعاملنا حلو اليومين دول. كريم كريم كريم، ايه حنيتي ولا ايه؟ انت زمان ما كنتيش بتطيقي تجيبي سيرته، ايه اللي حصل؟ بقولك يا عبد الله، انت جاي من البلد التانية عشان تتخانق ولا عشان تتبسط؟ اتمسى وقول يا مسا. ماشي يا دينا هتمسى، وما نشوف هنتبسط ولا لا. سلام. سلام. مين؟ مين ايه؟ مستنية حد غيري تاني يا هانم ولا ايه؟ كريم؟ حبيبي 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 حبيبي. ايه يا عبد الله؟ بقول لك ايه؟ كريم عمل لي مفاجأة وما كانش قايل لي وجه، وهو اللي قال لأمه تاخد سليم. فلف وارجع بقى عشان الليلة خلاص باظت. نعم روح امك، وانا بقول لك جالك من اسكندريه عشان تقولي لي الليله باظت وعامل لي مفاجاه. وانا اعمل ايه يعني؟ وانا كنت اعرف يعني انت ببساطه كده دلوقتي بتقولي روح عشان انا حتى بقول لك ايه، بلاش الاسلوب الزباله ده، ما تخلينيش اعلي صوتي وكريم في البيت. وبعدين هو انت مين؟ مش جوزي؟ جوزي اللي انت اصريت ان انا اتجوزه جاي دلوقتي تقول كده؟ انا اسلوب زباله دينا؟ طب ورحمه امي؟ ورحمه امي ما هتباتي في حضن حد تاني غير الليله دي. بقول لك ايه، ما تخلينيش اجي لغايه عندك واقول له على كل حاجه، والله العظيم اقتله لو حاكمت. بعدين اظبطي كده، احنا اول مره نعملها ولا ايه؟ انت اكيد اتجننت خالص صح؟ المخدرات لحست نافوخك؟ الله يسامحك يا عبد الله، الله يسامحك. طب خلاص اسمع، انا هكلمك كمان شويه على انك سعيد. ما تفتحش بقك وما تردش على اي كلمه انا هقولها لك. بعد ما اقفل هبعت لك مسج تيجي ترن الجرس تطلع على فوق على طول. فاهم ولا مش فاهم؟ ماشي بس بسرعه بقى احسن الدنيا ساقعه. وبعدين حضر لي حاجه كلها عشان جعان. سلام. خلاص مش بس بطلت احبك، انا بقيت بكرهك يا عبد الله. حياه امي لا تكون اخر مره تلمسني فيها، بس عدي ليله صورتي. ابقى ليه؟ يعني ابقى ليه؟ انت فاكرني ايه يا استاذ؟ ازاي تفكر حتى انك تتجوز واحده من المستوى ده؟ بس انا كمان اديكوا جوهره. طب بذمتك الاقي فين واحده باحترامك ده؟ بقول لك صايع وضايع ومالوش مستقبل ومش الشخصيه اللي انا ممكن ابص لها خالص، بس في الاول وفي الاخر ابن خالتي متربي معايا. وده مسك تليفوني بتاع ايه؟ كنت قفشتني في حضن راجل قبل كده؟ مفيش، خد حضنهم يا سيدي.
اتخانقت معاه وقررت تسيب له البيت وتيجي البيت هنا. المهم خليها تخش كده وتغير هدومها وتناموا انتوا في الاوضه اللي فوق. وانا هنام في الاوضه اللي هنا. واضح من كلامك ان البنت متربيه وكرامتها في السماء. لما شفت قد ايه انت محترمه وحافظه على نفسك وكرامتك لقيت انك ممكن تبقي افضل زوجه ليا. أنا مش عارفة أنا فين ولا راح على فين. أنا شكلي كده بسيب الدنيا. الدنيا اللي كنت فيها وحشة وحشة قوي، مع إن ربنا اداني حاجات كتير، بس أنا اللي ما استاهلش. كريم يا عمل لي إيه عشان أعمل فيه كل ده؟ خدعته من أول لحظة. عبد الله قوم الساعة بقت 12، يلا.
يلا يا عبد الله قوم يا ابني. عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله قوم كلمني. عبد الله عبد الله عبد الله قوم. عبد الله صح سوت عبد الله عبد الله ما تخلينيش على الفتيش يعني ممكن يسمعني نتفضح انا وانت. قوم قوم نتكلم معايا زي ما بتكلم معاك. انت ما متش صح بتهزر معايا على فكره مش وقت تهزر. عبد الله قوم قوم لا لا ايه دلوقتي عامل ايه؟ عبد الله قوم يا عبد الله عبد الله ما تهزرش. رسوت عبد الله عبد الله لا انت انت بتهزر معايا وتقوم دلوقتي تقوم من على السرير. عبد الله قوم وتنزل من انا روحي روحي قوم. عبد الله اكيد ما قررتش تموت هنا صح؟ اكيد ما قررتش هنا يا ابن الكلب. وانا غير بيتك انا ما كنتش عايزك تجي. بصيتك ام سليم سليم عبد الله يا عبد الله عبد الله بوس ايدك امي عبد الله بوس ايدك عبد الله يا عبد الله بوس ايدك دلوقتي. لا عبد الله والنبي قوم امي عبد الله والنبي ما تفضحنيش. Thank you.
ترجمة نانسي قنقر.